السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس سوف نتعرف على مجموعة من الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل تنصيب البرامج في لينكس. تنصيب البرامج في لينكس يتم عبر مجموعة من الطرق، من بينها سطر الأوامر، يعني لتنصيب البرامج من خلال سطر الأوامر يمكنك بكل بساطة كتابة الأمر التالي: سيدو. سيدو أمر مهم جدا، لأنه لتنصيب البرامج في لينكس تحتاج إلى صلاحيات معينة، صلاحيات الروت. بالتالي يجب كتابة الأمر سيدو، وأمر سيدو سبق وقمت بشرحه، وهو يتكون من سي من اس اي سوبر يو، يعني يوزر، دو يعني دو افعل، سوبر يوزر دو. إذا سيدو ثم apt get ثم install، بعدها اسم البرنامج الذي تريد تنصيبه، مثلا VLC. VLC البرنامج الشهير لقراءة الملفات الملتيميديا. ثم enter، بعدها سيطلب منك الرقم السري. تتم عملية تنصيب البرنامج، قد تم تنصيب البرنامج. وهذه طريقة من الطرق. من الطرق الأخرى وهي الدخول لموقع البرنامج الذي تريد تنصيبه. مثلا أنا أريد تنصيب هذا البرنامج، وهو عبارة عن محرر نصوص للمطورين، محرر نصوص مفتوح المصدر. غالبية المطورين، الشركات المطورة للبرامج تدعم لينكس، وعندما تدخل للموقع الرسمي سوف يقوم الموقع بتحديد نظام تشغيلك، وسوف يعطيك يعني رابط تحميل خاص بنسخة لينكس التي تستخدم. طبعا بما أننا أستخدم لينكس مينت المبني على أوبونتو، فيجب أن تختار الحزمة التي تنتهي ب دوت ديب، أي ديبيان. إذا نقوم بتحميل، نقوم بحفظ الملف، يعني الأمر يحتاج لبعض الوقت. طبعا تنصيب البرامج في لينكس يتم عبر الكثير من الطرق، قد سبق يعني وقمت بشرح طريقة أخرى في الدرس الخاص بتنصيب سيرفر محلي، حيث قمت بتحميل برنامج XAMPP والذي ينتهي ب الذي ينتهي ب دوت ران، وقمت بتنصيبه عن طريق سطر الأوامر. يمكنك العودة إلى أو البحث عن الدرس الخاص بتنصيب السيرفر المحلي لكي تتمكن من معرفة الطريقة التي يمكنك من خلالها تنصيب البرامج أو الحزم التي تنتهي بدوت ران. إذا ننتظر حتى يكتمل عملية تحميل البرنامج. طبعا إذا كنت يعني تريد البحث عن برامج خاصة بلينكس، فسأقترح عليك هذا الموقع القوي. أولا ندخل إلى محرك البحث، الموقع الذي سأقترحه عليكم هو موقع ألتر ناتيف.
يعني هذا هو الموقع، موقع قوي جدا. بعد الدخول للموقع الذي هو alternative2.net انقر على تصنيف لينكس. بعدها سوف يقوم بعرض جميع البرامج التي تدعم لينكس. يمكنك ان نقر على هنا جميع البرامج، وسوف يعرض امامك البرامج الاشهر. طبعا هناك VLC، دروب بوكس، موزيلا فايرفوكس التي تأتي مثبتة بشكل افتراضي في لينكس، ايضا جوجل كروم، نوت باد، برنامج جيب، برنامج تيب فيور للتحكم بالحواسيب عن بعد، سكايب، فيرتشوال بوكس، حزمة ليبر اوفيس. يعني هناك الالاف من البرامج التي يمكنك تنصيبها في لينكس. طبعا يمكنك فلترة البرامج كما تريد. يمكنك ايضا تحديد الرخصة، يعني المجانية، مفتوحة المصدر او التجارية. اذا انتهت عملية تحميل محرر نصوص فنقوم بفتحه. طبعا الذي سوف يقوم بفتح الحزمة هو مدير الحزم الذي سوف يقوم بتنصيب الحزمة. إذا ننتظر لحين يقوم مدير الحزم بقراءة الحزمة. بعدها نقوم بالنقر على انستال باجيج. طبعا يطلب منا الرقم السري. والان سوف يقوم بتنصيب محرر نصوص. طبعا عملية تنصيب البرنامج تختلف قليلا من واجهة الى واجهة. طبعا اذا كنت تستخدم اوبونتو فمدير الحزم مختلف قليلا، لكن المبدأ واحد. والجميل هنا هو انه هناك الكثير من الخيارات، كثير من الطرق التي يمكنك من خلالها تنصيب البرامج. وكما سبق وقلت يعني جميع الشركات المطورة للبرامج أصبحت تدعم لينكس، فنادرا ما ستجد برنامج لا يدعم لينكس. فإن كنت يعني سابقا تستخدم ويندوز فلا تقلق، سوف تجد الكثير من البرامج التي يمكنك الاعتماد عليها في لينكس. إذا عملية تنصيب جارية. التنصيب تأخذ بعض الوقت حسب كل برنامج. إذا تم تنصيب البرنامج. إذا نذهب لقائمة ثم نبحث عن البرنامج. إذا هذا هو البرنامج الذي قمنا بتنصيبه. وهو محرر نصوص أتون، هو محرر مفتوح المصدر مبني باللغات جافا سكريبت و CSS و HTML. محرر نصوص قوي جدا. إذا كانت هذه طرق تنصيب برامج. هناك طرق أخرى سوف نتعرف عليها في فرص قادمة إن شاء الله.